قولوا دايما الهاوي او اللي بيشتغل بروح الهاوي زي ما حضرتك وصفت تقريبا حاله حضرتك، انه دايما في شغف، دايما هاوي للمهنه فبيطلع احسن ما عنده. اول ما يحس انه خلاص انا زي ما حضرتك قلت برضو انه انا مبسوط دلوقتي، خلاص كده هو مش هيطلع احسن ما عنده. ده بيشخص وبيوصف حاله حضرتك في الفن طبعا. وانا انا هقول لك على حاجه، معلومه، انا لما بلاقيش عندي شغل محترف سواء سينما او مسرح او تلفزيون بروح اعمل روايه في الهواه مع طلبه، مع مركز شباب، مع نادي، مع شركه، بروح عشان البطاريه من اول وجديد. هي والتمثيل ده في بطاريه لازم تشحنيها. طول ما انت بتشتغلي في الاحتراف انت تحت ضغط، اسمك وصل لغايه فين، حجمك بقى عامل ازاي، اجرك بقى عامل ازاي، صحيح. اسمي في التتر عامل ازاي، كل ده بيبقى شاغل الممثل المحترف. انما الممثل هو مبقاش همه غير انه يبقى حابب، ان هو يبقى مبسوط، انه يستمتع. فلما بيحب يستمتع بقى بيروح يعني يلعب في حته ما لعبش فيها قبل كده، يروح بروفات، يعمل بروفات كتير. ويحب قوي ان المخرج يديله اداء، يعني احب جدا ان المخرج يقعد معايا على الاداء يقول لي الجمله دي عايزين نقولها من هنا، المشهد ده اساسا انت جاي منين، مش عارف فين هتروح فين. توجيه الممثل ده انا بعشقه، وانا وجهه نظري ان عندنا استاذ في، هو انا ما شفتوش بيخرج الهواه، بس انا من لما شفت شغله كمخرج حسيت ان الراجل ده يعمل مع الهواه اشياء ما حصلتش. الاستاذ محمد صبحي، فنان جميل. انا اشتغل مع محمد صبحي يخرج لي كهواه، اشتغل معاه بقى مستمتع. اكيد انا ما اشتغلتش معاه بس اكيد هبقى مستمتع لو هو مخرج وانا ممثل، لانه هيطلع مني حاجات انا مش عارفها. مدرسه بتديك لمدرسه بالظبط. لا مش مدرسه، حاشا لله ان انا اكون مدرسه، هو مدرسه. انا لا، انا فين يعني بالنسبه للاستاذ محمد صبحي، استاذنا طبعا. هي دي الفكره، حتى لو مخرج اصغر مني سنا وخبره بس هو عنده رؤيه، هيشرح لي حاجه عشان دماغ مختلفة. ان انا اروح اشتغل مع شباب جداد عندهم حاجات مش عندي، صحيح. انا بناتي بيعلموني حاجات انا معرفهاش، عندهم لغة انا معرفهاش. هي دي حكاية اللغة، انك انت راح تستمتع. انت انا جاي شغل، صحيح، تمام. انما لو انت قاعدة بتعملي حوار مع نفسك مع حد ضيف عندك في البيت ولا بتاع، وبتعملي حوار بتستمتعي انت وتطلعي منه معلومات تستفيدي منها، و هو ده دي المتعة بتاعت الفن بشكل عام. يعني تواضع من حضرتك انك تقول المخرج يوجهني واكون عاشق لده، حضرتك قلت لي ممكن لا مش عشان ده، ولا دي الاصول اللي ما بقتش موجودة دلوقتي؟ لا مش تواضع خالص، دي الاصول مش طبعا. هي دي المهنة، ما بقتش موجودة. احنا ما فيش بروفات. احنا كنا زمان على المسلسل بنقعد نعمل بروفات. من قريب انا لقيت على التواصل الاجتماعي مشهد البروفة في مسلسل الرايه البيضاء، استاذ محمد فاضل، استاذ جميل راتب، مدام سناء جميل، وسمية الفي قاعده، وانا قاعد، وهشام سليم قاعد، وبيتقال لهم ملحوظات اداء لسناء جميل وجميل راتب. وبيأدوا كما لو كانوا بيصوروا بجد في البروفه، قاعدين على الترابيزه بيمثلوا كما لو كانوا قدام الكاميرات وبيصوروا. والاستاذ فاضل بيظبط جمله، الاستاذ اسامه انور عكاشه بيقول ملحوظه. ده انت مفتقداه دلوقتي، بقت على راي الزملاء وانا منهم يعني. تمثيل مسؤولية كل ممثل.